السلام عليكم. خوص كما كتعرفوا في ظل جائحة ديال كورونا بزاف ديال دول العالم حاولت تحافظ على الاقتصاد ديالها، والدولة الوحيدة اللي حافظت على الاقتصاد ديالها هي يعني الخطة التحفيزية باش نوضوا بالاقتصاد ديالهم كانت واعرة بزاف وعجبتني بزاف، وأكيد حتى نتوما غتعجبكم. أجيو نشوفوا هاد الخطة شنو داروا فيها. رقم واحد، أول حاجة داروها هي الكتي ألماني. الكتي ألماني ميمكنلكش تدفع الإيجار، يعني كنتي متضرر من جائحة ديال كورونا ما غتخلصش القرا. وداروا قانون أنه كيمنع منع كليا يعني مول الدار إلى حك في الزنقة. تتحسن الوضعية ديالك عادي يمكنلك تخلص الكرا ديالك، يعني تال 2021 ل 2022. رقم جوج، الامر الثاني هو بالنسبه للضرائب. الا كانت الحكومه والدوله كتسالك الضرائب يمكن لك تدفعهم حتى السنه المقبله. وكذلك الحكومه الالمانيه خصصت 50 مليون يورو بالنسبه للفنانين ورجال الاعمال باش يخرجوا من هذه الجائحه. مشروع صغير، الحكومه الالمانيه تخلص لك 70% من الرواتب ديال الاجار ديالك ديال الموظفين، وغتعطيك 30 ألف يورو باش تخرج من هذه الجائحة تنتهي من الأزمة اللي خلقتها كورونا. وبهذه الطريقة جميع المقاولات الصغرى غتحافظ على الموظفين ديالها والأجراء ديالها باش ما تطردهمش. وإلا كان عندك مقاولة كبيرة، الحكومة الألمانية غتعطيك 600 مليون يورو بنظام القروض يعني باش تخرج من الأزمة. بشكل عام ألمانيا كتنفق 60% من الناتج المحلي الإجمالي باش تساعد الاقتصاد ديالها باش يخرج من هذه الأزمة، بينما بعض الدول يعني كفرنسا وإيطاليا يلاه نفقت 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الشيء كامل ألمانيا صيبته في أسابيع يعني، وكتعتبر الخطة اللي صيبت ألمانيا من أسرع الخطط يعني باش تنوض البلاد من الأزمة، وأكرم خطة يعني كانت كريمة مع المواطنين ديالها. لهذا على جميع الدول العالم يتعلموا من ألمانيا، لأنها ضربت عصفورين بحجر واحد، نقضت الأرواح ديالها ونقضت الاقتصاد ديالها. يعني كنشوفوا دابا حاليا يعني معدل الإصابات والوفيات نقصم بشكل كبير، ورفعت الحجر الصحي على الاقتصاد ديالها وعلى السكان ديالها جميعا. وبهذا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو في القناه. السلام عليكم.